لما حكينا عن الكيناماتكس الفورورد كيناماتكس والانفرس كيناماتكس كنا نربط الانجلز ناخذ من الانجلز الجويت انجلز ونطلع منهم الكارتيجن مش هيك فكنا نتحول من جوينت انجلز او جوينت سبيس واستعمل الفورورد كيناماتكس وتعطيني الكارتيجن سبيس. الكارتيجن سبيس كنا نعبر عنه ب تي مضبوط و تي كان فيها الترانسليشن وفيها الاورينتيشن. الجوينت انجلز كان هو سيت اوف كيوب مضبوط من 1 الى ان وكانت احد الحالات عندنا 6 degrees of freedom هون و 6 degrees of freedom ولما جينا نعكس حول بهذه الطريقة كانت عندنا هون الانفرس كيناماتكس بس هذول كلهم كانوا كيو واكس وواي وزد مضبوط والاورينتيشن هلا احنا كله هذا رح ننتقل الان للفيلوسيتيز او السبيدز فالهدف بلان من الجاكوبيا انه نطبق نفس العمليه واصير احول الاسهل زي ما كان هون اسهل رح يكون كمان هون اسهل انه يكون هون كان دائما تتذكروا كان دائما عندي حل مش هيك؟ وهون احيانا كان ما يبقاش عندي حلول هاي هيك هون تعطيني وهون كان يطلع وكنا نحل هاي نيوميريكلي او اناليتيكلي كان ممكن ما يكونش في سولوشن وممكن يكون في اكثر من سولوشن مضبوط لكن هون عندي سولوشن واحد دائما عندي سولوشن اذا هلا بدنا ننتقل نفس الطريقه نعمل الجاكوبيان ماتريكس حتى نعمل هيك راح نعرف الان فيكتور كولوم فيكتور اسمه في ما بعرفش انا كيف ارسمه بعرفش ارسمه زي ما هو راسمه بالكتاب هي مش في اللي احنا بنكتبها بس هي عباره عن فيكتور وهذا بيمثل سرعة الـ End Effector سرعتين سرعة الـ X, Y, Z كيف عم تتحرك بالفضاء فـ X dot, Y dot, Z dot أو إذا بدك تسميها V, X, V, Y, V, Z فهذا الـ End Effector هو بيتحرك بالفضاء فيه له X, Y, Z وكمان الـ Orientation تبعه عمال بيتحرك مزبوط فإذا كان جيت فكرت في هذا حوالين هدول الـ X والـ Y والـ Z تبعون العالم اليونيفرسال هدول في عندي اوميجا اكس اوميجا واي اوميجا زد اللي هي روتيشن ففي عندي روتيشن حوالين الاكس روتيشن حوالين الواي روتيشن حوالين الزد اللي جلوبال فراح نعرف هذا الفيكتور راح اسميه اكس دوت واي دوت زد دوت وراح نسمي هون اوميجا حوالين الاكس اوميجا حوالين الواي اوميجا حوالين الزد هاي completely defines the Cartesian velocity مضبوط هاي هي سرعه الاند افكتور سرعه الاند افكتور من ناحيه تغير الاورينتيشن تبعها with time وتغير البوزيشن تبعها with time ماشي اوكي واضح لهاي وراح نعرف كمان بقابلها هلا هاي بتقابل كانها مضبوط بس هون احنا اخذنا فورم سهل عرفنا هذول بس وراح اعرف كمان الكيو دوت او اذا بدك تسميها ثيتا دوت هلا هاي اسهل وضعها مش هيك كل واحدة من هذول الجوينتس في لها انجلر فيلوسيتي فQ1 دوت Q2 دوت Q3 دوت Q1 دوت تحب تسميها ثيتا 1 دوت كمان ثيتا 2 دوت لحد ثيتا عدد الديجريز اوف فريدم تبعت هذا المانيبيوليتر اذا عندي هذه هون في الان بدي اربط في مع هلا اذا كانت هاي 6 degrees of freedom اللي هي 6 degrees of freedom مضبوط وهاي كانت 6 degrees of freedom في سكوير ماتريكس رح تربط بينهم مضبوط مين الاسهل اطلعها من مين بالاول خلينا نرسم الاصليه نكتب الاصليه زي ما عملنا هناك فورورد كينماتكس مين طلعناه من مين؟ طلعنا تي من كيو فهون نفس الشيء راح اجي اقول في دي بتساوي هاي
وعندي هون هلا راح تكون x dot y dot z dot omega x omega y omega z. الآن إحنا شو عمالنا بنقول؟ عم نقول إنه x dot سرعة x ما بتعتمد بس على q1 مظبوط؟ ولا على q1 dot ولا بتعتمد على q2 dot ولا بتعتمد بس على q3 dot. هي combination of all of those. فراح يصير عندي هلا هاي partial فعندي هذا السطر الآن صارت x dot شو بتساوي؟ تساوي هذا مضبوط؟ فصار x dot بتعتمد على x1 dot والعلاقة بينهم هي partial x1 dot x dot على partial q1 مضروب في q1 dot وهذا مضروب في هذا وهذا مضروب في هذا مش هيك بيعتمد على مجموعة من هذول حتى يطلع معي. هلا اذا هذا الدايمنشن ايش لازم يكون؟ عدد الكولومز هون ايش لازم يكون؟ عدد الكيوب مش هيك؟ اللي هي عدد degrees of freedom of the manipulator R. اذا هاي number of degrees of freedom of the arm. هاي هون راح تكون 6 اذا كان هو 6 degrees of freedom. طيب وهاي شو لازم تكون؟ مش عندي x dot إلها سطر y dot إلها سطر وz dot إلها سطر فهدول قديش لازم يكونوا؟ 6 اللي هي degrees of freedom of space. اللي هي بحالتنا رح تكون 6 اوكي؟ هاي بنسميها طبعا الثانية رح تكون السطر الثاني رح يكون دلتا y dot partial y dot على partial هذا راح يضرب في q1 وهذا راح يضرب في q2 واخر شيء راح يصير عندي هلا هذا راح يكون علاقته بالاوميجا z فراح يكون عندي اوميجا z على partial qn راح يضرب في هذا. هاي هي عباره عن j اسميها ثيتا او اسميها q طبعا هي بتعتمد على كيو بتعتمد على ثيتا فالجاكوبيان في كل مكان في كل بوزيشن في جاكوبيان مختلف مضبوط لانه بتتذكروا كنا نقول السنجولاريتي هل السنجولاريتي للروبوت ولا السنجولاريتي للروبوت في بوزيشن معين اذا انا حتى ناكد عليها راح نحطها بهذا الشكل او بتحب تحطها بهذا الشكل او هذا الشكل الجاكوبيان معرفه عند نقطه معينه فعند نقطه معينه في عند الجاكوبيان يتحرك هو من هذا المكان لهذا المكان صار في جاكوبيان ثاني زي ما المشتقة هي تشابه جيد هذا نقطة جيدة للتشابه هي عرفت المشتقة هون هل المشتقة هون هي نفس المشتقة هون مختلفة بتعتمد على المكان اللي احنا فيه صار عندي مشتقة مختلفة.